ازيك يا مستر؟ اعرفك بنفسي، اسمي عمر محسن بس الشهرة عمر الشربين عشان اسمي عمر محسن الشربين. سنك ايه؟ 29 سنة. في ريليشن شيب؟ لا. ايه؟ لا مش يعني مش سنة. خريج ايه؟ ما انت كاتبه لي كلية علوم. كلية علوم قسم رياضيات بحتة تطبيقية، وللناس ما تعرفوش وانا مش بحب اقوله كتير ان انا الاول على دفعتي الاربع سنين، بس انا مش بحب اتكلم عن نفسي عشان انا الى حد ما متواضع. اول سؤال، انت كليه علوم قسم رياضيات، ايه اللي وداك للتدريس؟ بس هو توضيح صغير، قسم رياضيات بحته مش رياضيات بس، بيور ماتماتكس. ايه اللي وداني للتدريس؟ انا كنت الاول على القسم المفروض المعيد بياخد 2700 جنيه ده ساعتها. كنت عايز اتجوز واحده، كنت بحب واحده زمان بس كانت كدابه، فامها قالت لي انا عايزه شقه. كان ساعتها ابويا يعني مش عايز يجيب لي شقه، ما انا كان معاه فلوس. اضطريت ان انا اضطريت ان انا وانا في سنه اولى كنت شغال، فكنت بكسب حلو قوي الحمد لله يعني. لقيت ان انا بعمل فلوس كتير من التدريس، قلت بدل ما اتعين معيد اخليني في التدريس بتاع ثانويه عامه. يعني هو بيزنس اكتر من هو حاجه حاببها. انا حابب التدريس جدا، فانا اصلا كنت في كليه هندسه جامعه القاهره، حولت بعد ترم عشان اكون معيد في قسم الرياضيات، لكن لقيت ان دي زي دي، فقلت خلاص انا هكمل في اللي بيجيب فلوس اكتر. من فتره نزلت بوست هزار انك هتشرح فيزيكس، فبعيد عن الهزار، انت شايف المدرس الناجح يشرح اي حاجه؟ الاجابه لا، بس انا شايف ان انا اعرف اشرح فيزيكس واشرح ماثيماتكس، لاني كنت بشرح زمان اي حاجه فعلا. الناس بتقول انك بتستظرف كتير في الحصص، ايه ردك؟ مش عارف، هما بيقولوا ان انا بهزر كتير وبيقولوا ان انا دم تقيل، بس انا لما بقول حاجه بضحك، فالموضوع بيبقى بالنسبه لي حلو وبلاقي ناس بتضحك. مين اكتر؟ معلش استنى بنسى. اعمل ايه دلوقتي؟ اخويا معلش بقى قوم. A few moments later. اتصرف اسمك ايه؟ زياد. بص يا زياد، ركز في الحته دي، ما تشيلش بتاعت الناس بتقول انك بتستظرف كتير في الحصص، ايه ردك؟ انا رديت خلاص، بصيت كده بس، ده عادي فاهمني؟ اوعى تشيلها. مين اكتر مدرس مش في المجال بتس ايه؟ مين اكتر مدرس مش بتستلطف؟ مين الخط زباله كده؟ مين اكتر مدرس مش بتستلطفه في المجال؟ ايوه، اقول اسمه ولا اقول اول حرفين زي المجرمين؟ مش بستلطفه بجد يعني؟ بجد ولا ايه؟ لا كتير كتير، هم كلهم. هنخش على السؤال اللي بعده. مين المدرس اللي وجه نظرك ناجح بين قوسين ادبي؟ ناجح في ادبي انا يعني ممكن اقول عربي او انجلش او كده. هو لازم اقول اسماء؟ والله العظيم ما اعرف ولا واحد ادبي، اقسم بالله ما اعرف ولا واحد ادبي غير اسماء، فما اعرفش حد ناجح او لا. انا مش بحب الادبي عموما يعني، عشان في ثانيه ثانوي الطلبه بتوع ادبي ما بيهتموش قوي بالماثيماتكس، فانا ببقى متضايق منهم. اسوأ موقف حصل لك مع طالب؟ اسوأ بمعنى ايه؟ محرج يعني؟ محرج. مره زمان كنت في سنتر في الهرم اسمه ايه والله عايزين تعرفوا، السنتر ده خمس ادوار، فكنت في الدور الثالث. استنى لحظه بس بقول الموقف. ما تقطعش يا هيثم، اسمك ايه؟ زياد. ما تقطعش الحته دي، سيبها. طالب قال بضايا بضايا. One eternity later. اسوأ موقف حصل لي مع طالب ده بجد من حوالي خمس سنين او ست سنين، ما كنتش مشهور قوي. فالمهم انا كنت في سنتر اسمه ايه 1 في الهرم، في الدور الثالث، هو كان كذا دور، فانا كنت في الحمام. والله كنت قافل، انا فاكر ان انا قافل الحمام عادي. فالمهم ان انا كنت في الحمام، فواحده دخلت الحمام عليا. فالاسوأ ان هي فضلت واقفه شويه وبتعتذر، يعني هي بتقول لي انا اسفه. فانا اتضايقت قوي يعني، اللي هو مش وقت، فقلت لها حصل خير وخرجت يعني. الموقف ده مضايقني قوي لحد دلوقتي، ولو هي بتتفرج علينا حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ردك على اللي بيقول شربيني مغرور؟ ردي عليه ولا ردي ان انا مغرور او لا؟ ردك عليه براحته، هو حر، هو بيقول كده هو حر يعني، حاجه ترجع. انا ممكن ارد واقول ان انا مغرور او لا. لا انا مش مغرور، انا بس شايف ان انا شاطر دراسيا وكمدرس، شايف اني شاطر. هما ممكن يكونوا بيحسوا كده، ما اعرفش ليه بقى، بس انا لا مش مغرور، انا متواضع. كلمنا على ليالي الامتحانات، دهقناها بايه؟ بتبقى كتير قوي على فروع، اربع فروع. اتكلمنا عن الامتحانات بما انها بتبقى كتير قوي على اربع فروع، بتبقى يعني ايه؟ ازاي بتعرف تنظم الاربع فروع دول؟ بنظمهم ازاي بقى؟ دي محتاجه خطه طبعا. ما بين يوم وامتحان، ما بين قصدك امتحان وامتحان. بس انت ادبي يا كارين. اوكي طيب، السؤال ده ملوش لازمه. ايه اكتر جمله مميز بيها؟ من اربع سنين
اكتشفت طريقه حلوه جدا للتدريس. طبعا الناس عارفه ان انا بطور دايما في التدريس. اكتشفت طريقه حلوه جدا ان انت وانت بتشرح تعمل ايه، تسكت كده لحظه وتعمل ها، ركز كده معايا، شايفين الفانكشن دي ها؟ اللي انت ما تعرفوش بقى انها بتخليك تعيد تركيزك من الاول. انا حسيت كده فبقيت بقولها كتير، فبقيت كل شويه اقول ها ها ها، فمش عارف. رد فعلك لما مدرس يقلل من مجهودك وشغلك، بيقلل مني قدامي، لغيني من النبي عشان انا حاسس ان انا بكلم نفسي. ها يا انجي يا جنى، بيقلل مني قدامي في ظهري، ما بردش عادي. قدامك سبتها يا هيثم. رد فعلك لما مدرس يقلل من مجهودك وشغلك، بيقلل من مجهودي يا جنى، معلش هستفسر برضو، بيقلل من مجهودي قدامي ولا في ظهري؟ ما بردش. ممكن اشتمه. علاقتك بمدرسين علمي علوم احسن ولا ادبي؟ ما اعرفش مدرسين اصلا، يعني علاقتي اللي هي ايه؟ طيب صحاب، يعني ما لكش صحاب في المجال ده خالص؟ لا كلهم اصحابي وحبايبي. انت دراما بتصوري بقى، كلهم اصحابي وحبايبي، اخواتي على راسي وادبي على راسي. مين المدرس اللي ما بتحبش تشتغل معاه؟ اشتغل معاه ازاي؟ تعاون يعني. ما اشتغلتش مع حد قبل كده فما اعرفش يعني ايه مين ممكن احب اشتغل معاه، ولا انا ما بحبش المدرسين اصلا. ودي بقى اقسم بالله والله العظيم ما بهزر دلوقتي، انا فعلا ما بحبش المدرسين كلهم. بس خلاص. عايز ايه؟ بيعمل كده ليه؟ ما بحبش اشتغل مع محمد طارق بتاع العربي ولا حسام سامح بتاع النيل. بتقعد تسرسع صوتك. شكرا. دايما بتكلم بتتكلم في تيه ناقصه والله العظيم. يا انت ادبي ولا ايه؟ بتخدم عامل عربي؟ طيب انا هسالك انا سؤال ينفع اسال صح؟ بتخدم عامل عربي؟ دايما بتتكلم عن فشل الريليشن شيبس في الحصص بهزار. بتكلم هنا بقى وفهمنا الموضوع ده. اوكي هتكلم بجد بقى. اولا انا مش بهزر، انا زمان كنت بحب واحده مش هقول اسمها عشان هي بتتابعني وكده، فهي كانت كدابه، كانت كدابه في كذا حاجه يعني. انا كنت بهزر في مره بقول ان هي كانت جايبه امتياز، كانت جايبه جيد جدا، وفضلت مفهماني كتير ان هي جايبه امتياز. بس ده ما كانش هزار يعني، هي فضلت تخدعني. انا بالنسبه لي الكذب ده حاجه مش هقول وسخ عشان انتوا بتصوروا، فممكن حاجه وحشه قوي يعني. فانا بالنسبه لي ان كل النساء كدابين، والعلاقه لازم تبقى مبنيه على الثقه، وطبعا ما ينفعش تثق في واحده ست اصلا. انا اسف والله بس هي دي الحقيقه. فانا بالنسبه لي ابصوا يا جماعه افهمكم، انا كقسم رياضيات احنا معقدين ما عدا جنى وكريم عشان تبقى. احنا كقسم رياضيات اصلا معقدين، وعندنا ما فيش حاجه ما لا يمكن اثباته فهو خاطئ، بمعنى ان انا لو ما اقدرش اثبت وجود حاجه معينه اذا هي غير موجوده، وبالتالي انا ما اقدرش اثق في حد الا بوجود دليل. فانا عندي ازمه ثقه، وبالتالي اي ريليشن شيب ممكن تفشل، فهو الموضوع مش هزار، الموضوع بجد. بس هم الناس بتفتكر انه هزار عشان انا وشي بيوحي ان انا بهزر، بس اقسم بالله بتكلم بجد. تيجي نشوف السؤال اللي بعده. يلا. ايه اسوأ موقف حصل لك للحظه حسيت ان شربه وقع؟ انا عايز اوصل لك رساله. مين اللي كاتب الاسئله دي؟ عمر الشربيني مش بيقع خلاص، وعشان تبقوا كلكم فاهمين والكلام ده مش هزار، لما هقع عارفين هعمل ايه؟ هقوم تاني، فما تقلقيش من الموضوع ده. عمري ما حسيت ان انا بقع ازاي يعني. انا كنت هقع دلوقتي انا عارف ده، بس بقع ازاي؟ بقع كشغل يعني؟ لا عمري ما اعرف حق. واقول لك حاجه والله انا مش بكذب، اقسم بالله ما اعرف حتى انا معايا كام طالب يعني. انا فعلا ما اعرفش عدد وما اعرفش انا ممكن اقع ازاي، بس انا معايا عدد كبير الحمد لله، بقيت بلاقي فلوس كتير في الاخر. اوكي ناغل سكيلز. كلمنا عن التيم بتاعك، وهل بتختار ناس من الدفعات الجديده؟ انا معايا 280 او 280 اسيستنت، اعرف الاداريين وجزء من العلمي. عايز تعرف ايه تاني عن التيم؟ في ناس ما اعرفهاش. بجد والله. ايه ده؟ طب بتختار مع ناس ايه؟ بيخش انترفيو الاول مع حد من الاسيستنتس، بعد كده بيقابلني. بختار ايه؟ انت عايز الاداري ولا العلمي؟ عشان على حسب. اداري. بنات ولا اولاد؟ بنات. لا اولاد. انت غلطت، انت قصدك تقولي اولاد. لا قصدي طبعا بختار البنات على اساس اداري ولا علمي؟ اداري. بجربهم يعني مش ها؟ لا اللي جه في دماغك ده مش حقيقي. لا والله ما حقيقي اقسم بالله. لو شفتوه ما تعرف. انا معايا بصوا انا معايا اتنين اداريين، انا معايا مثلا حوالي 25 بنت اداريين، منهم اتنين هم ماسكين الشغل، مجرد تروس صغيره بلفهم كده، ترس غبي حمار بيبوظ الشغل، والترس التاني تخين
وهم عارفين نفسهم، بس انا مش عايز عشان الناس بتقول عليا متنمر وكده، بس هم الشغل بايظ اصلا بسبب. طب ليه العدد الكبير ده؟ العلمي، التيم العلمي. انا عندي حاجه اسمها بيرسونال اسيستنتس، لكل طالب، لكل 10 طلاب بيبقى في جروب معاهم 4 بيرسونال اسيستنت، دول بيبقى يا اما كليه هندسه او متخرج مثلا، فالناس دي بتجاوبهم على الاسئله العلميه، فلو 4 لكل جروب فشوفي انا محتاج كم اسيستنت. ماشي، مش هتسأليني بيقبضوا كم؟ بيقبضوا كم؟ مين فيهم؟ على حد مثلا؟ على حد مش هقول اسمه، 25,000. ممكن اشتغل معاك؟ لا مش بعلم. ليه بتحب تحبط الطلاب في الحصص ومصمم انهم اغبياء؟ هي دي معلومة خاطئة جدا يا جماعة، يعني يا ريت بقى الناس تكون بتتفرج عشان اصلح المعلومة الوسخة اللي عندكم دي. انا ما بقولش انهم اغبياء خالص، انا وانا بشرح مثلا فببقى عايز اركز على حتة معينة، فبقول خلي بالك لو حد عمل كذا يبقى ده غبي، فانا مش بقول ان انت غبي، يعني اللي بيتفرج عليا طبعا هما بيروحوا عاملين ايه، بيقصوا الحته دي وينزلوها على الجروب بتاعك خلاص. ودي برضه حاجه غريبه، يعني انت بتقص الحته دي فيقول لك ده بيقول له شايف ان الناس كلها اغبياء، مع ان انا بقول لو غلطت في حاجه زي كده تبقى غبي، غير ان الغباء والذكاء حاجه نسبيه، فانا عمري ما شفت حد غبي. بس انت عمرها ما حصل. ايوه ده سؤال غبي. انت دلوقتي مثلا، انا كنت بشرح بالمناسبه الفيديو بتاع التيك توك ده، انا ما كنتش بهزر خالص. هو انا كنت برسم كيرف، اسمعي اشرح لك، انت ادبي بس انا اشرح لك. جنى ركزي معايا. انا كنت راسم كيرف، فعايز ارسم خط بيلمس الكيرف في نقطه معينه، فانا من حق ارسم اي كيرف، اي حاجه متنيه. ما هو الرسومات حاجه من حاجتين، يا يكون ستريت لاين ده بيترسم بمسطره، يا يكون ايه كيرف متني، فانا عايز ارسم اي حاجه متنيه عشان اخد نقطه عشوائيه عليه وارسم خط بيتاتش الكيرف في النقطه دي، صح؟ فرسمت اي كيرف. هيجي واحد بقى يقول لك ايه، طب اشمعنى انت رسمت الكيرف ده؟ على اساس يعني ان انا لو كنت رسمت كيرف تاني ما كنتش عارف احل المساله. فده سؤال انا كنت بتساله زمان في السنتر، فبتخيله، فاكيد بتعصب عشان ده مش سؤال، ده بيبقى واحد عايز يظهر وخلاص، عايز يبقى اسمه سهل، فاهم قصدي؟ بتجيب هدومك منين؟ سؤال غريب جدا. من مول مصر عادي. ده منين؟ اسمه كولان بير او حاجه كده، بس انا ما اعرفش، يعني انا بيبقى معايا ناس. طبعا انا معايا اسمها ايه بسرعه قوي. A few moments later. انا معايا 2 ستايلز من وسط ال 280 اسيستنت اللي معايا، 2 ستايلز بيلبسوني زي ما انتم شايفين، لبس شيك جدا. دي صوره روكي، وطبعا اللبس ده معمول لي مخصوص، يعني مستحيل تلاقيه في بولان بير مثلا اللي في مصر، مستحيل. مين اول واحد بتروح لك، بتروح له لو في مشكله في الشغل؟ لا خالص، مفيش اي حد. يعني وسط ال 280 واحد معاك كلهم اوساخ دي والله العظيم. هم عايزين يقبضوا اخر الشهر بس، الظرف وشكرا. بس حبايبي اخواتي الصغيرين، هم اخواتي بس هم شغلهم مش حلو. ايه اكتر حاجه بتعصبك؟ بجد بقى هجاوب بجد، اكتر حاجه بتعصبني في حياتي ان حد يتكلم وانا بتكلم وانا بشرح، وان حد يبقى غبي. يعني شوف السؤال اللي فات ده انساه بقى، بقص السؤال اللي فات، ان حد يبقى غبي دي حاجه غريبه جدا. ليه؟ لان انت دلوقتي لو غبي ما تسالش حد، فاهم قصدي؟ دي حاجه بتعصبني، لانه الغبي ما بيحسش ان هو غبي وما بيتضايقش، ده هو بيضايق كل اللي حواليه. طيب كده الاسئله خلصت، محتاجينك بس اقلد حد من المجال ده. حد من المجال؟ ليه التدريس يعني؟ ماشي، هقلد حد بس مش هقول اسمه عشان ما يزعلش، اوكي؟ هقلده نص نص، اوكي؟ بصوا هحكي لكم. كان في مره كنت انا الحصه بتاعتي اللي عارفني يعني في السنتر بتقعد تقريبا 6 ساعات وافضل واقف، ففي مره قابلت مدرس هو يعني بيلبس على طول بدل كده، بس اعتقد هو غير الموضوع ده دلوقتي، فجه قعد ساعتين في الحصه، انا يعني كنت قاعد في الحمام اصلا خرجت لقيته خلص الحصه، فجه قال لي ايه؟ باين قعدتي او بص هو بيقعد ازاي؟ قال لي ايه؟ عمر عايز اقول لك انا تعبت قوي يا عمر، الجرامر البريزنت سيمبل فشخني مع انه سيمبل. راح قاعد كده والنبي باين الحته دي، فبس بيروح ماسك المفتاح كده فقعد كده يارا يارا، هو فاكر الانجليش، انا ما قلتش ان هو مدرس انجليش، اقول فاكر الانجليش ان هو يقول عمر كده، فراح قال لي يارا انا بحتاج شحن من العربيه. عمر قعدت ساعتين يا عمر، العيال الولاد ما بيقولش العيال بس خلاص. قال لكم حد تاني؟ بصوا في مدرس عربي لما بيجي يشرح بيفتح القميص شويه، مع ان هو ما يعني اوكي، كل شويه بيعدل القميص بتاعه ويبقى واقف كده وبيعمل كده كل شويه. بصوا حبايبي طبعا انتوا بتسالوا ازاي، ويعني هو عشان مدرس عربي فبيعمل كده ازاي، قولي اي اسم ولا تقول. قال دكتور على مسؤوليتك. قال دكتور دكتور ديف ده يا جماعه مدرس بيولوجي لو عارفينه، خلاص هو طبعا اقل مني شهره مش عايز اتكلم. لما بقعد معاه هو عنده مشكله ان هو حاسس ان الحياه حرب، فاول ما يقعد طبعا هو ده ما بيقعدش زينا خلاص،
هو بيقعد كده مفيش حد بيتكلم غيره في القعده ده طبعا غير الحصص لانه اكيد في الحصص مختلف تمام. اول حاجه بيشتم كتير بس انا مش عايز اقول الموضوع ده قدام الناس خلاص يبقى اساله قبل ما تعرض الكلام ده مش بهزر والله. تاني حاجه هو دايما في حرب يعني مثلا يا صاحبي يا صاحبي الدنيا حرب يا صاحبي يا صاحبي الناس دي لو شافونا انت ما تعرفش انا هعمل ايه انا دخلت لك الحصه في اوكسفورد الدنيا باظت الدنيا باظت وايده طبعا قد فخادي فالموضوع فهو بتلاقيه عمل كده ببقى متوتر طبعا. اي حاجه بقى اي حاجه بتحصل يا صاحبي احنا في حرب فاقول له مثلا اروح اجيب خارج يكلمني مثلا ايه يا صاحبي انت فين فاقول له خارج يا صاحبي انت خارج يا صاحبي احنا في حرب يا صاحبي الدنيا هتولع وهتشوف يا شربيني يا شربيني انا بقول لك بس خلاص مش عايز. طيب قبل ما نقفل الحلقه بتاعتنا عايزين حضرتك توجه رساله للطلاب الثانويه او بتوع السنه دي او بتوع السنين اللي فاتت يعني بتوع السنين اللي فاتت بس السنين اللي فاتت خلصت خلينا نوجه السنه دي رساله ولا نصيحه عشان تفرق؟ نصيحه نصيحه ورساله معلش رساله عايز اقول لكم يا جماعه والله العظيم انا مش زي ما انتوا فاكرين انا بس واحد يعني انا دي رساله والله العظيم للناس اللي بتقعد تشتمني في الكومنتات بعد اذنكم لو سمحتوا. انا واحد في حالي يعني بص تعالى كده فكر انا عملت لك ايه؟ هل انا بتضايق من كلامك في الكومنتات وكده؟ لا خالص مش بتضايق بس هو السؤال انت عايز مني ايه؟ انا واحد من الناس اللي من اول ما بدات شغل لحد دلوقتي مش بتاع حوارات يعني لو دورت ورايا مش هتلاقي ان انا بعمل اي حوارات انا دايما في حالي يمكن اكتر حاجه بتضايق الناس ان انا بهزر بس انا حر. مش عاجبك خد مع مدرس تاني. ده بالنسبه للرساله. بالنسبه للنصيحه انا عايز انصحك شويه حاجات اركز معايا. واحد لازم تبقى عارف ان المدرس هو مجرد 30 او 40% بس من مجموعك في ثانويه عامه. يعني المدرس مش هو انا زي ما معايا اوائل الجمهوريه معايا ناس سقط فالمدرس مش هو اللي بيعمل كل حاجه. المدرس مجرد عامل او طريق. تاني حاجه عايز انصحك بيها خد بالك ان دايما الاكتريه من الناس هم الناس الفاشله. تقريبا 10% من العالم ويمكن اقل من 10% هم اللي ناجحين. والنجاح هنا ما اقصدش بيه الكليه اللي انت هتخشها لا خالص. شوف مثلا لو انت ولد شوف كام واحد من اصحابك بيشرب سجاير ده ما كنتش انت بتشرب سجاير. هل الموضوع ده صح؟ اكيد لا لانها حاجه مضره ومع ذلك بالتالي الاكتريه بيعملوا الغلط ده ومع ذلك هم بيتعاملوا مع الموضوع على انه عادي. طيب شوف كام واحد من اصحابك بيذاكر بجد وبيجيب درجات حلوه هتلاقيهم قليلين. عشان الناجحين بيبقوا قليلين هم اللي بيبقوا استثنائيين. فنصيحه ذاكر يعني فاهم انت اصلا كونك ضيعت وقتك في انك تتفرج على الكلام ده فدي في حد ذاتها حاجه يعني فاهم. فروح ذاكر وبليز يا جماعه باي باي.